خشبة الشجرة المباركة إلى تحف فنية كل منها تحمل رسالة يضع لها تصورا مسبقا يتجهز لها نفسيا وفكريا لينهمك مع كل جذع خشبي فينحت تفاصيله بكل دقة وبكثير من الحس الفني فيحقق الهدف المرسوم هكذا يعيش الفنان النحات زيد عسل من ولاية التطوين مع منحوتاته هي مش عمل وظيفي اداري خط النحت يدخل فيه الدين من الجانب النفسي والحضور النفسي والاستعداد النفسي وحتى معناها العلاقه بين العمل نتاعو خاطر مش ممكن نحط يدي في الحاجه الا ما يكون عندي معناها علاقه معينه ثم حوار كبير بينك وبين القطعه بين الكتله هي خا اون فوا تبنيت العلاقه هذيك ثم معناها انتراكسيون معناها فعل ورد فعل تأخذ الكتله نتاعك وتحطها ب 1000 جهه وجانبك أنا و أنا بنى وضعية باش تحطمها لولا، بعطيه الأشكال واش بها ثم إضافة وثم إلغاء هو شون فن النحت هو الإزالة والإضافة مسيرة حافلة للنحات زيد عسل ف عاما وهو يكرس وقته لفن النحت فأعماله شارك بها في معارض في تونس وبلدان أخرى عربية وأجنبية فهو يريد أن يخلد لفن النحت. خدمت النحت خدمت في جابس بديت مع الخشب نتاع النخل بحكم أن جابس والنخيل ونسكن في قريب الواحد جابس ننزل جابس بالضبط تعاطي مع الخامة نتاعي اللي هو نخل معناها كان ميسر وقريب ومارست معناها النحت نتاعي هذايا وثم كانت في عندي خبرة كبيرة برة تجربة نتاع 30 عام قمت بعديد معارض محلية ووطنية و دولي مع عالمية في كابتن حال في برشا جهات من الصين اليابان كمبوديا النمسا اوروبا الحجامة كلها بديت تحافظ مع الاعمال الصغيره وبعد تطورت بحكم ندره نتاع الماده ان مش تحصل على مثلا زيتونه بالحجم 300 و 400 ما حاجه نادر جدا لكن هذه يبقى في الاجتهاد الشخصي نتاعي كي نسمع ثم زيتونه باش يقصوها الصحابة من نشريها قبل ما نخدموا يعملوا مع البحث الخطي نتاعي يسموه عندي فكره نحب نوصلها ديما. ديما ما ثماشي عمل ما يعني شيء لا يعني حتى شيء وحتى كان خدمت شيء وما عندي حتى فكره القراءه النقديه التحليليه لكل انسان صاحب ميدان ينجم من خلال العمل اللي فيه يقول لك راه هذه 10 ميساج راك تحب تقولها هكا ممكن بوعيك او دون وعيك هذه المنحوتات الفنيه من خشب الزيتون والنخيل لم تمثل للفنان زيد عسل ابدا مورد رزق بقدر ما هي توجه فني اراد ان يبدع فيه ويخلده في هذه الربوع وينحت اسمه ضمن هذا الفن